مؤسسة ميزون دوبتيك، جروب ميزون دوبتيك اليوم بتنسيق مع جروب ليون اتش ام. اليوم كانت واحد البادرة طيبة درناها حنا وجروب ليون اتش ام. زرنا خيرية ديال الفتيات دو مارس اللي دخلنا لهم واحد الفرحة اليوم، وكان معنا طبيب العيون وفرقنا عليهم مدادر. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى اي شاب ولا اي جروب بحال الجروب ليون، وحنايا فاتحين الابواب ديالنا لجميع المؤسسات ولجميع الجمعيات في المغرب باش نعاونوهم. ما عندناش المشكل، والحمد لله يعني باش كنشوفوا شباب يعني بحال هذا جروب ليون اللي هو مازال كيقراو وكيديروا بحال هذه المبادرات هادو وكيقلبوا وكيبحثوا، يعني فريمون كنصفقوا عليهم. وكنتمنى من المغاربه كاملين يعني يديروا بحال هذه المبادرات ويعاونوا. راه حنايا محتاجين في هذه الوقيته هذه، محتاجين نعاونوا بعضياتنا. يساجي دون اسوسياسيون لي او كلوب اتش ام داتش ام كازابلانكا. alors on est ici aujourd'hui pour redonner le sourire à ces jeunes filles. هذه جمعيه ديال الفتيات، alors جمعيه الفتيات بلوتو comporte واحد مجموعه ديال البنات دون ترانج داج دو 5 à 50 ans. Alors on a décidé à travers l'action d'organiser une journée festive en la présence de toute une équipe. On a organisé alors une journée festive avec un goûter. On a également ramené des médecins, des ophtalmologues, des médecins généralistes accompagnés d'infirmières. À travers l'action, alors on cherche à tout d'abord évaluer le côté sanitaire. avoir si هاد البنات هادو sont bien encadrées الوضعيه الصحيه ديالهم et tout ce qui va avec. On a également décidé باش ان نجيبو دي زوفتالمولوج باش يديروا لهم دي تيست على عينيهم. comme ça on va essayer باش نصوبو لهم دي لونيت على حساب دو كوريكسيون على حساب عويناتهم. هاد البنيتات استافدوا من examen visuel accompagné des lunettes de révision ou de correction plutôt à l'hisab awinatoum en collaboration avec maison d'optique. voilà. اولا كنشكروا بعدا جمعيه ليو اللي كتمثل في لاش ام اللي قامت بهذا النشاط هذا ببارتناريا مع ميزون دوبتيك، وكذلك معكم هذا العبد الضعيف بالنسبه للتنشيط هابي دي اجنسي، وكذلك لا مارك ديال ليلي اللي ساهمت معنا بالنسبه للوليدات. صراحة هاد الأنشطة بغيناهم يكونوا بزاف، لأن هاد الوليد هاد البنيتات كيستحقوا منا التشجيع، وكيستحقوا منا بأن نزورهم، وكيستحقوا بأن ندعمهم، لأن ما نقدروش نقولوا هاد الناس كنديروا فيهم الخير، لكن هذا واجب علينا. إذا هادي هي المواطنة، كمواطن مغربي خصنا هاد الناس نزورهم، خصنا ندعموهم. لذلك كنشكر جميع هادو اللي ساهموا في هاد النشاط. هاد الوليدات جينا إذا كما عرفتوا دوزنا لهم على العوينات، كذلك ميزون دوبتيك عطاتهم النظارات ودوزاتهم عليه اللي عنده شي مشكل في العينين، كاينه الطبيبه معنا ديال العينين، وكذلك كاين التنشيط. اذا كننشطوا الوليدات الصغار باش ما كيحسوش بداك الروتين بان هاد الوليدات جاوا فقط باش يبدلوا النظارات، ولكن شويه ديال التنشيط. وكذلك غنديروا معاهم الكوتي مجموعين. وهذا المنبر ديال شوف تيفي اللي كنشكروا هذه ما كتكون في هاد ليزيفيرمون بحال هادو، بغينا ماشي احنا، بغينا بزاف ديال الجهات اللي ديما تكون مع هاد الناس ديال اللي ما كيعجبنيش هاد المصطلح ديال الخيريات، ولكن كيعجبني نقدروا نقولوا هاد البنيتات اللي في وضعيه صعبه، لان تقدر حتى انا في واحد الوقيته نكون في وضعيه صعبه. اذا ندير الخير تلقاه. كنبغيو كما قلنا كمواطنين مغربيين نكونوا بكثافه مع هاد الوليدات، ما نساوهمش، ماشي نديروا واحد ليفين واحد النوبه ونساوهم، لا، بغينا ديما نكونوا معاهم.